السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ طبعا لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتنوريني لو عجبك الفيديو. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده روتين حلو وسهل وسريع كده. انا قناتي عن تخسيس، بس انا حبيت انوع زي ما البنات طلبت مني. تعالوا نشوف عملت ايه النهارده. بنات هنفطر مع بعض، هنعمل بان كيك سهل جدا وصحي حلو جدا. طبعا بما اني ام بقى وعامله جيم، فتعالوا نشوف عملت البان كيك الحلو الشهي ده ازاي. تعالوا نشوف هنعمل الطريقه ازاي مع بعض كده يا بنات. انا عملت البان كيك كده سريع سهل. طبعا قبل ما اخلص اعمل عزومه النهارده لاخويا ومراته وماما، هو اول مره يجي لي بقى ومراته كده وتغدوا معانا النهارده، فانا قلت افطر حاجه كده ايه سهله وسريعه، يعني مش معقده قوي يعني. فتعالوا اقول لكم المكونات بتاعته ايه. هو عباره عن موزه وبيض وقرفه ورشه سكر ورشه فانيليا، بس كده. هي دي مكوناته، سهل جدا 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 ومغذي، وطبعا هاكل منه انا وسمسمة وعمار. فتعالوا بقى نشوف طريقته ازاي، وسهل قوي وكمان هيعجبكم جدا وانا متاكده ان شاء الله. فتعالوا نشوف الطريقه. بصي بقى يا ستي، كل اللي انت هتعملي ايه، هتجيبي كده الموزه وتقطعيها وتحطيها في الخلاط، تمام، من الميكسر او الخلاط اي حاجه. وهنجيب البيضه طبعا وهنكسرها عليه، حطهم كده مع بعض في الخلاط. وهنحط كل المكونات على بعض يعني، والقرفة والسكر والفانيليا، هنحطهم كده بقى مع بعض وهنضربهم بقى كويس جدا. والبان كيك ده حلو قوي، جربوه يا بنات لأولادكم هيعجبهم جدا، وكمان مغذي البيض والموز لو مش بياكلوهم يعني، ف حلو جدا انصحكم بيه يعني. فهضربه بقى كده بصوا كويس بالخلاط، هيبقى زي معايا زي عجينه البان كيك بالظبط. جربوه بس ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. هنفضل نضرب كده لحد لما تبقى معانا العجينه سايبه خالص. بصوا كده بنات، اهو حطيت الطاسه هسخنها، حطيت معلقه زبده صغنونه خالص كده يعني، وزعتها في الصينيه. هجيب طبعا البتاع زي ما هو كده في الميكسر، ثم يعملوا حوالي 2 كبار يعني. هسيبه بقى لحد لما يستوى وبعد كده هقلبه معاكم. بصوا كده بنات اهو شكلها. بصوا بعد ما قلبته لما توصل للدرجه دي بتكون حلوه جدا، فانا هعمل بقى الكميه وبعد كده بقى هقدمها لكم. هو ده كده يا بنات شكل البان كيك. يا رب يكون الطريقه عجبتكم وشكله كمان حلو جدا وطعمه كمان احلى. فانا فطر هفطر بقى وهفطر الولاد كده سريع سريع، وبعد كده بقى ايه هطلع بقى الاكل واعمله. بس انا شكلي مش هعرف اصور لاني عمار صحة، شكلي كده هصور لكم بقى الاكل بعد ما يخلص ان شاء الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى كده يا بنات، انا ما طبعا ما عرفتش اصور وانا بعمل الاكل، فانا صورته لكم كده ايه بعد ما خلص. معلش بقى اعذروني لاني عمار كان صاحي فما كنتش عارفه اصور خالص. انا عملت كده ايه هنا سمبوسك كده في الفرن، وعملت ملوخيه وفاصوليا خضراء وده العيش. وطبعا دي المواعين مطرح ما كنت شغاله، بخلص طبعا كله بعد لما بناكل، بغسل بقى المواعين وكل الكلام ده هتشوفوه دلوقتي. وعملت كده بقى الرز بالشعريه، وعملت كمان مكرونه لسان عصفور، كل ده والله ما فيهوش زيت خالص. حتى الفراخ اهي كانت في الفرن، ما عملتهاش ما قلتهاش ولا اي حاجه خالص. فهيكون ده بقى الغدا اللي انا عملته النهارده. فهنتغدى بقى كده، وبعد كده بقى ان شاء الله هوريكم كلنا ايه وعملنا ايه وروتين في غسيل المواعين وكل ده. بصوا بقى كده ايه، انا قمت كده انا ومحمد نعمله كده القهوه مع بعض. عملنا كده 4 قهوه انا وماما، وانا ما عملتش ليه بصراحه، ما كانش مش عارفه ما كانش ليه مزاج ان انا اشرب قهوه يعني. فعملنا كده القهوه. الكنكه الكهربائيه دي بنات كتير سالتني عليها، حلوه ولا لا؟ عمليه جدا وحلوه جدا، وبتعمل وش كبير جدا على فكره، لان انا مش بعرف اعمل وش، فهي نفعاني في كده بصراحه. فحلوه جدا، انصحك ان انتوا تجيبوها يعني. هي كانت هديه بصراحه من اختي، بس كانت يعني بجد في وقتها وعجبتني جدا. هنا محمد اهو هو اللي بيعمل معايا القهوه، والكوبايه الاخرانيه دي بتاعت مرات اخويا ليها بقى قهوه تانية. بصوا هنا بقى يا بنات، انا حبيت برضو ايه اعمل برضو حاجات صحيه، ما رضيتش اعمل كيك بقى والكلام ده. عملت ايه بقى، عملت فروت سلطه كده، وحطيت كده شوكليت شيبس دارك كده شوكولاته غامقه، وحطيت اللي كان عندي عصير كده مانجا برضو حطيته، وطعمها حلو جدا عجبتهم يعني الحمد لله. فهناكلها بقى كده مع بعض، وبعد كده بقى هنخش بقى المعركه مع بعض.
بص بقى كده هنا يا بنات، طبعا بعد لما خلاص قعدنا قعدة حلوة كده مع بعض، كان اليوم جميل ما شاء الله، يعني ربنا يا رب دايما نكون كده متجمعين ويجمعكم دايما بحبايبكم. انا فضيت السفرة خالص، شلت منها كل حاجة وجبت ملمع الازاز طبعا وهمسحها، ويعني حاول ان انا اديها كده لمع مطرح لما اكلنا وكده. وبعد كده هحط عليها بقى المفرش، بس هديها مسحة طبعا الاول زي ما قلت لكم. في بنات سألوني على موضوع الصور دي، انت حاطاها كده ليه؟ انا مش عارفة، يعني فكرة جات لي وحبيت ان انا اعملها كده، لان انا عندي السفرة يعني سادة خالص، فحبيت فكرة الصور يعني قلت مختلفة. فجبت بقى كده، بصوا المفرش جبته وحطيت كده عليها كريستالة كده كانت عندي في النيش طلعتها، والشمع اللي دايخ معايا هنا وهنا ده، والعصافير كمان، فحطيتهم كده بقى على السفرة. وكده انا خلصت ايه السفرة، وتعالوا بقى نخش على المعركة الكبيرة وهي المواعين. تعالوا نخش المطبخ مع بعض. ما تتخضوش بقى طبعا المنظر ده، يعني اي عزومة بنكون بالبهدلة دي يعني. فده المطبخ بقى بتاعي كده شكله بعد العزومة، والولاد لما ناموا وكل الكعبلة اللي حصلت معايا دي. فتعالوا بقى ايه نفرموا بقى مع بعض كده. بصوا بقى كده يا بنات، انا اول حاجة طبعا لما باجي اغسل بقى المواعين، لما يكون عندي ايه ماتش جامد كده، بجيب كده النقشبندي بحب اشغله وبسمعه كده وانا شغالة، بعلي كده صوت الموبايل وبحطه كده جنبي. عايزه اقول لكم بيهدي الاعصاب بدرجه رهيبه يعني، فبحب كده اشغل حاجه جنبي يعني، بس بحب اسمع يعني النقشبندي بالذات. بصوا بقى، انا جبت كده، بشيل بقى طبعا الاول الحاجات الكبيره اللي في الحوض، وبجيب طبعا كيس بلم كده في ايه الفاكهه اللي اتقطعت، بواقي اكل مثلا مش عارفه ايه الكلام ده كله بلمه الاول. والبتاعه دي لسه برضو كنت جايباها يعني من قريب واستخدمتها، بس هي حلوه عمليه يعني، اللي هي بتاعه الصابون والليف والحاجات دي اللي بتتحط تحت الحوض. تمام، فهجيب بقى كده ايه الاول الكاسات والحاجات اللي هي هصفيها الاول، بعملها الاول عشان خاطر ايه، على بال ما اكون خلصت باقي المواعين يكونوا اتصفوا، يعني عشان خاطر اخلص من هنا وارجع احطهم في النيش تاني من هنا. بمناسبة النيش بقى يا بنات، على فكرة انا بستخدم بقى الحاجات اللي في النيش، مش زي بقى ايه اوعى تيجي جنب النيش هو حد يفتح النيش والكلام ده كله، لا طبعا انا بستخدم الحاجة كلها يعني. انا بعتبره عارفين البتاعة اللي كانت عند اهالينا زمان اللي هي اللي اسمها النملية او حاجة زي كده، كانوا هي، وكانت الموضوع ده كان في المطبخ يعني. فكرة النيش على فكرة جت من كده، كانت كل حاجة بيستخدموها من الدولاب اللي هو في جنبهم في المطبخ ده. فانا ايه الفكرة برضو كده يعني، انا النيش مش هجيب وادفع فيه في الشيء الفلاني وما استخدمش الحاجة يعني، فحرام عليا. فكل حاجة في النيش بحطها وبطلعها استخدمها حتى في يومي العادي يعني، مش لازم عزومة بس، لا في يومي العادي اللي هو انا وولادي وجوزي بس، بطلع كل حاجة من النيش وبستخدمها. فبلاش يا بنات ايه موضوع ان انتوا تكدسوا كده الحاجه في النيش وما تطلعوهاش وخايفين عليها وكسر يتجاب تاني ستي، او اللي اتكسر خلاص يعني فداكو. فعيشوا الحياه كده، ما تستكتروش على نفسكم على حاجه يعني، انتوا دافعين فلوس قد كده في الحاجات اللي بنجيبها من النيش يعني. فبصوا بقى كده، مش عارفه الكلب ده طلع معايا ليه بالليل، بس عشان بسجل الصوت بالليل. بص بقى كده، انا هغسل بقى الحاجات اهي كلها. انا بستخدم المية السخنة على فكرة صيف شتاء، مش بستخدمها في الصيف بس في الشتاء بس، لا بستخدمها صيف شتاء عشان خاطر ايه تنضف لي برضو المواعين حلو، وبحس كده ان هي بتعقم كده معرفش يعني. موضوع الغسالة اللي هي بتاعة الأطباق، هو أنا بصراحة مش مقتنعة بيها قوي ومش حابة إن أنا أجيبها، مش عارفة ليه، ممكن ناس تكون معايا وناس مش معايا، مش عارفة، بس أنا مش حباها يعني. فعشان كده متعودة ان انا اغسل المواعين بمية سخنة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده طالع منها بخار اهو، بحس ان حاجة بتلمع وبتنضف وكده يعني. وكده كده انتي اصلا غسلت الاطباق بتنزلي منها الحاجة وبتغسليها الاول وبعد كده ترصي في الغسالة، فبحس ان هي كعبلة شوية يعني، معرفش بقى ناس هتكون معايا في الرأي ده ولا لأ، بس ده رأيي يعني. فانا هو غسلت كده الاول الكاسات والمجات الشوربه والكلام ده، وبعد كده دخلت على الاطباق اغسلها اهو.
ومعلش طبعا انا ما كنتش واخده بالي ان ايدي باين منها كده حته كبيره والله، غير بعد ما تعبت في الفيديو ده قعد يعني 34 دقيقه، بس انا طبعا سرعته فاعذروني بقى. فا اهو كده بقى ايه، انا كده خلاص بخلص الاطباق اهو، ومش هطول برضو عليكم قوي، حاول ان انا اختصر برضو الفيديو عشان طبعا غسلت حلل وغسلت حاجات كتير تانية، بس انا حبيت ايه اوريكم يعني بعض الروتين بتاعي شوية زي ما انتوا طلبتوا. نوعي يا منى في القناة ومش تخسيس بس، وقولي لنا يومك والكلام ده كله، فانا طبعا بحب اشارككم كل حاجة يعني. لو عجبتكم طبعا الفيديوهات دي من الروتين قولولي طبعا في الكومنتات، وانا ان شاء الله هزودها بقى الايام الجايه ان شاء الله. بصوا هو خلاص انا كده يعتبر قربت يعني خلاص اخلص. هنا بقى ايه، انا همسح بقى الرخامه عشان خاطر ان انا اصفي الحاجات اللي انا غسلتها اللي حطها بره في النيش. بالنسبه للبرطمانات البنات اللي طلبت مني ان انا عملتها ازاي، اللي هي بعجينه السيراميك دي، هبقى ان شاء الله اعمل لكم فيديو ليها مخصوص. بس هي بصوا فكت مني شوية عشان اللزق ما لزقش كويس، فانا هعيدها تاني وهوريكم بقى ايه الطريقة دي تعملوها البرطمانات ازاي. والبرطمانات بقى دي اللي فاضية انا بفضي فيها بالليل قبل ما بنام، لو في مكرونة ناقصة مش عارفة ايه الكلام ده كله انا بفضيه بالليل. بصوا بقى انا كده هجيب بقى كل الحاجات دي اللي هحطها في النيش، هصفيها بقى كده ايه على الفوطة كده لحد ما تتصفى، واكون انا ايه خلصت الحلل بقى والحاجات اللي هي ايه الكبيره التانية التقيل بقى ايه بخليه في الاخر، يكونوا دول اتصفوا واكون انا كمان ايه خلصت الباقي. او زي ما انتم شايفين كده بخلص البتاع بتاعه الميكسر دي، الايد بتاعه الميكسر، ودي اللي هي بتصفايه اللي بحطها في الحوض في الاخر، وسط دي المعالق اللي انا عملتها برضو بعجينه السيراميك، حبيت ان انا اعملها لاني لقيتها غالية قوي بصراحة بره برضو، فحبيت ان انا اعملها واعملها لكم والله قريب ان شاء الله. بس كده بصوا دي برضو الكنكة اللي هي الكهربائية بغسلها كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين، عادي بالصابون بتتغسل ما تقلقيش لان هي متقفلة جامد يعني، بتغسليها بصوا كويس جدا اهي. وبعد كده ايه بصفيها وبمسح بنشفها، اهم حاجة انت تنشفيها ما تشيلهاش بميتها يعني. بس كده، وباقي البلانشة دي برضو هغسلها وهشيلها في الدولاب فوق، ويكون خلاص يعني الحلل بقى هخش بقى ايه على التقيل بقى، فهكون كده خلاص انا اعتبر ايه خلصت يعني معظم الروتين بتاعي. يا رب بقى يكون عجبكم، ومؤسفة طبعا على الدربكة دي والكعبلة اللي انا كنت فيها دي. بصوا هنا بقى يا بنات، بعد ما بخلص الحلل بشيل الشوربة كده في كيس دي وبشيلها في الفريزر، لاني طبعا ايه تنفعني في اي يوم تاني. بص يا بنات، كنت عايزه اكلمكم عن الفرشه دي، حلوه جدا برضو كنت لسه جايباها، دي بدعك بيها الحوض عشان طبعا مش بستخدم الليفه بتاعه المواعين، عشان ما ينفعش استخدم ليفه المواعين في الحوض وفي المواعين كمان، فجبت دي مخصوصه للحوض يعني. ودي انا بحطها كده على الصفايه دي في الاخر بعد ما نخلص عشان يعني ايه ما يعملش ريحه كده، فبس كده. بصوا بقى يا بنات، بعد بقى ما خلصت كل الحوسه اللي كنا احنا فيها دي، انا بجيب كده المعطر اللي هو الفريده ده، بحب ريحه العود ده جدا، برش كده ايه في اركان كده في الحوض وفي الرخامه كده في الجناب كده، بحيث ايه ان مثلا جوزك او اي حد دخل كده المطبخ يلاقي كده في ريحه حلوه، فالموضوع ده اعملوه بجد بيفرق جدا يعني. وانا كده خلاص خلصت. بصوا كده يا بنات بقى ايه، طبعا بعد ما خلصت كده عملت لي طبق فروت سلطة صغير كده، ف
فانا دلوقتي هاكله بقى، وبعد كده هطلع بقى اشتغل على اللاب، اعمل بقى ايه مونتاج للفيديو، اشوف هنزل ايه الكلام ده كله، فهاكله بقى ونطلع نعمل مع بعض. بصوا بقى كده يا بنات، يوم يكون كده خلاص خلاص، يا رب يكون عجبكم. انا بقى بعد لما بخلص طبعا كل ده والولاد بيكونوا ناموا كده، بطلع بقى ايه اعمل مونتاج على الفيديوهات اللي انا هنزلها والكلام ده كله. بقعد كده ايه طبعا في هدوء خالص، ما يكونش حد صاحي، عشان طبعا لو بسجل حاجة بصوتي او الكلام ده كله. بس كده يا رب يكون الفيديو بقى عجبكم، ريشين عجبكم، معلش ان هو كده ايه سريع سريع. بس انتوا قلتوا لي نوعي في القناة، فانتي طبعا لو اول مرة تشوفيني، انا اصلا قناة تخسيس وبنزل اكلي برضو يوميا، فلو عجبكم بقى الروتين والكلام ده كله يا ريت تقولي في الكومنتات، ولو انتي اول مرة تشوفيني بخش شوفي الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكم بقى بكرة ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.